اسمي أميرة يسري، عندي 23 سنة، طولي 153 سنتي، بعاني من مشكلة السمنة بقالي حوالي 5 سنين، وبخاف جدا من أوضة العمليات. فلحد ما شفت دكتور كريم في التلفزيون ولقيته عمل حالات مشاكلها صعبة جدا وأوزانها كبيرة جدا، فحبيت أعملها. فوالدتي سبقتني وعملتها، وهي أصلا صحتها كانت أسوأ مني بكتير وعندها مشاكل كتيرة جدا، فدوت خلاني أخد قرار إن أنا أعملها، وما خفتش ورحت اتفقت مع الدكتور، وإن شاء الله هعمل عملية تكميم قريب جدا، وأنا مش خايفة ومبسوطة إن أنا هعملها. ودكتور كريم مطمني جدا، وبصراحة هو دكتور فوق الممتاز، وأنا مرتاحة جدا يعني ومش خايفة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. النهارده هنوريكم مجموعه عمليات كتيره، منها تكميم معده، منها تحويل مسار، منها بالونز، منها اصلاح عمليات السمنه السابقه. الحقيقه طبعا في اوزان اللي هي اميره 95 كيلو على طول 153 سنتي، الحسبه معامل كتل الجسم اكتر من 35، وابتدينا نشتكي من مشاكل من السمنه. احنا مش لازم يكون وزننا فوق ال 200 عشان نبتدي نعمل عمليات السمنه، لكن لازم ان احنا نعالج السمنة as early as possible، بحيث ان احنا نعالج كل المشاكل اللي قد تكون في مشاكل في الانجاب، مشاكل في يعني يمكن صعوبة في النفس اثناء النوم، مشاكل في قد تكون اجتماعية من الدرجة الاولى، يعني عايز البس كويس، عايز اتحرك كويس، عايز امارس رياضة، عايز يعني امارس حياتي الطبيعية زي الانسان الطبيعي. ف يعني عمليات انقاص الوزن قد تعالج مشاكل اجتماعية وقد تعالج مشاكل صحية، منها السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول ودهون الكبد، وفي مشاكل في المفاصل وصعوبة في الحركة. كل دي حاجات بتجرى خلال فتحات صغيرة، يعني عملية تكميم المعدة هي عملية بتجرى خلال فتحات صغيرة، قامت يوم واحد في المستشفى. العملية نفسها ما تاخدش أكتر من ربع ساعة نص ساعة، وبعد العملية إن شاء الله نطمنكم عليها بالسلامة، وهنوريكم مجموعة عمليات كتيرة النهاردة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. انا بس هوريكم خلال فتره قصيره جدا كيفيه التحضير لعمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي عمليه سهله، الهدف منها انقاص الوزن، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها يعني فصل المعده عن الدهون، ويمكن كمان قص الجزء المعده وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه. المستهلكات كلها امريكي طبعا، احنا بنستخدم دباسات، يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي، يا اما كوفيديان او جونسون. الدباستين مختلفين عن بعض شويه في التكنولوجي، يمكن دباسه جونسون دي الغيارات بتاعتها فيها الوان مختلفه شويه بتستهلك، وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه، طوله يمكن 6 سنتي. 6 سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقه دي، وبعد الدباسه ما بتدخل تدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برده 6 سم الى ان تنتهي المعده. خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5-6 غيرات او 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شويه. الدباسه دي كوفيديان، هم ما بيفرقوش عن بعض، يعني التكنولوجي بسيط خالص. دي برده بنفس الطريقه، هو ده الدبوس بتاعها برده 6 سم، بنستخدمه بالطريقه اللي زي دي، بنركب الدبوس عادي خالص، وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني. فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدبابيس اللي هي بتخلص لنا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية. ده جهاز الليجاشور، ده ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة آمنة، ما يكونش فيها أي نوع من النزيف وما يكونش فيها أي نوع من المشاكل. طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة، اللي هي يمكن أحسن حاجة ويمكن أكتر حاجة أبديتد في العالم. كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمه، عشان كده ربنا بيوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان،
واللي طبعا احنا لازم نفصل المعده عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعده الى جزئين، المعده الجديده والمعده المتبقيه، او دي قبه المعده وده جسم المعده ونهايه المعده اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبه قد تصل الى 80%. دي الطريقه اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزه الكي ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو بيفصل الدهون عن المعده زي ما احنا شايفين بجود هوميستيز، مفيش اي نزيف، مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطه باستخدام كل التقنيات الحديثه. الخطوه الثانيه من العمليه ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعده اللي احنا هنسيبه، نحط الشاشه ونسيبها لنهايه العمليه. بعد كده بنجهز بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعده على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعده عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقه اللي هي تكميم المعده. احنا زي ما شفنا العملية سهلة جدا، في خلال 10 دقايق بيتم عملية التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكو عن المعدة، بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدبسات اللي احنا وريناها لكم، دبسات الامريكي، بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شفناها دي. دي المعدة اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي، عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعده اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه، ونشوف احتماليه الدبسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه، ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان للظروف ما بعد العمليه. زي ما احنا شايفين اميره خرجت من العمليات الحمد لله بالسلامه، بقى لها ربع ساعه دلوقتي من العمليات. العمليه كلها خدت يعني حوالي ربع ساعه نص ساعه بالاثاقه يعني، وهي الحمد لله يعني بقى لها فتره قصيره. احنا بعد ساعتين بنتمشى في الطرقه يعني في المستشفى، 6 ساعات بنبتدي نشرب، تاني يوم اقل من 24 ساعه بنبتدي نخرج ونروح بالسلامه البيت. الحمد لله العمليه يعني زي ما قلنا بتعمل بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى. دي تكميم المعدة، ويمكن العمليات اللي احنا شفناها النهاردة كلها ما بين تكميم وبين تحويل، كل العمليات كلها في وقت قصير. واحنا عايزين نوصل لكم رسالة ان عمليات السمنة هي عمليات آمنة تماما، بتجرى بالمنظار، مفيش فتحات خالص في البطن بالفتح الجراحي يعني، ويعني النتائج بتاعتها هايلة جدا. يعني بعد شوية برضو هنوريكم حاجات تانية في التصوير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي اميره يسري، 23 سنه، 155 سنتي. انا كنت 95 وخسيت 15 كيلو، بقيت 80 كيلو في خلال شهرين بس من غير نظام غذائي ولا اي حاجه، وانا مبسوطه جدا ان مفيش اي ضغوطات من يمه الاكل، وباكل كل اللي انا عايزاه بكميات قليله جدا، والحمد لله بقيت البس احسن وعاجبني شكل جسمي اكتر، وخسيت 15 كيلو في شهرين بس، والحمد لله في نزول. واي حاجه بسال دكتور كريم بيجاوبني، هو متابع معايا كل حاجه، وفي كل وقت بلاقيه يعني موجود، ما بيتاخرش عني. وانا بشكر دكتور كريم جدا، وبنصح اي حد عايز يعمل عمليه ما يقلقش خالص ويجي عند دكتور كريم، هو دكتور كويس جدا وفوق الممتاز. متشكره جدا لدكتور كريم.
مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحة السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتور الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. مساء الفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا حلقة جديدة، وعندنا فقرتين النهاردة. يمكن فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن حاجة مهمة جدا وانتشرت بشكل واسع وكبير، عمليات التجميل أو جراحات التجميل. خلينا نقول جراحات التجميل، أو بمعنى أبسط عمليات شفط الدهون أو تنسيق القوام أو نحت القوام. كل دي يعني الناس اللي بتتلخبط وبتقول هي شفط الدهون ده غير تنسيق القوام ولا نحت القوام، هي كلها مسميات لحاجة واحدة بس، وهي شفط الدهون اللي هي بتهدف إلى تنسيق القوام. العمليات دي انتشرت بشكل كبير جدا، وأعتقد أن هي يعني أصبحت ليست رفاهية، لأن هي بالإضافة لأن هي بتحسن شكل الجسم، هي بتحسن التقدير الذاتي بنسبة كبيرة جدا، وبترفع الثقة بالنفس. ويمكن في نماذج كتير جدا في الحياة، يمكن تكون قريبة منك، صاحبك، صاحبتك، قريبك، قريبتك، حد من محيط الأسرة، ممكن يكون قد لجأ للعمليات دي وغيرت في شكله ونفسيته بشكل كبير جدا. آلاف آلاف، عشرات الآلاف، يمكن ملايين من الناس بتلجأ لعمليات شفط الدهون على مستوى العالم كله، مش في مصر بس. أصبحت عمليات سهلة وبسيطة ومتطورة بشكل كبير جدا. ده اللي هنتكلم عنه النهاردة، وهنعرف أكتر عن عمليات شفط الدهون وإيه الجديد في مجال نحت القوام وشفط الدهون، وإزاي أي سيدة تقدر إن هي تعيد تنسيق قوامها مرة أخرى. مع ضيفنا العزيز اللي أنا سعيدة بلقائه جدا النهاردة، دكتور أيمن أنديل، استشاري جراحات التجميل في المركز الطبي. أهلا يا دكتور أيمن. أهلا وسهلا. إزايك، عامل إيه؟ الحمد لله تمام. يعني أنا عاوز أعرف في البداية، وعايزين نوضح للسادة المشاهدين، علشان إحنا اتكلمنا كتير قوي يا دكتور أيمن، بس لسه في ناس تقولك هو في فرق بين شفط الدهون ونحت القوام أو تنسيق القوام؟ لا لا، هم كلهم زي ما حضرتك قلتي بالظبط مسميات. هي عملية شفط الدهون، احنا بنقول شفط دهون من مكان واحد، تمام، لكن نحت القوام بيبقى شفط دهون بس من عدة أماكن، تمام، يعني مش من مكان واحد. بحيث ان احنا نعمل تناسق ما بين الجسم وبعضه، بالإضافة ان احنا ممكن نحقن وممكن ما نحقنش الدهون دي تاني. اذا نحت القوام هو إعادة توزيع الدهون مرة أخرى. بالزبط. لأنه خلينا برضو نتكلم بشكل أبسط، في ستات كتير قوي مثلا يا دكتور أيمن تلاقي الجزء العلوي عندها زيادة، أيوه، ومفيش وسط، وتلاقيها من تحت مفيش يعني فاضية من تحت، والمؤخرة مفيش. ودلوقتي الموضة اللي طالعة أنه الجزء اللي فوق يبقى أقل ويبقى فيه وسط ويبقى فيه الكيرف، الكيرفي اللي الناس بتقول عليه. فده بيتعمل من خلال شفط الدهون، من خلال شفط الدهون احنا بنشفط الحتت الزيادة، وبناخد الدهون دهيات نحقنها في الحتت اللي ناقصة، زي الباتوك مثلا. إذا كنا بس الباتوك احنا بنفضل ان احنا نشد بيه الجلد بس، يعني يبقى ما نزودش بيه الحجم زيادة عن اللزوم، وإلا وزنه بيزيد فبيحصل فيه ترهل. تمام. الدراعات بنشفط منها الدهون برضو، والأجهزة دلوقتي بقت حديثة جدا، جهاز الفيزر طبعا عامل تطور جامد في الموضوع ده، والفيزر بنستعمله في الدهون الكتير الكتير. لكن لما تكون الدهون كميات قليلة فاحنا بنفضل ان احنا نستعمل الاسلوب العادي، الشفط الكلاسيكي العادي.
ده على عكس ما الناس كانت متخيله، هم متخيلين ان الفيزر ده بيستخدم للدهون القليله وللناس اللي عايزه تشد. لا تشد اقصد من غير شد يعني. لا هو بيشد الدهون الكتير بيبقى معاها ترهل في الجلد كتير. تمام. الفيزر فايدته انه بيشد الجلد بعد ما نشيل الدهون. انما لما يكون الدهون قليله فبيبقى الجلد سهل ان هو بعد العمليه يشد لوحده اصلا، او يشد براديو فريكوانسي او باجهزه تانية ويشد بسهوله جدا. طيب احنا عايزين نتكلم بقى عن تكنيك عمليه شفط الدهون. دلوقتي في ناس من اللي بتتفرج علينا نفسها تعمل عمليه شفط دهون بس خايفه، قلقانه، عاوزه تعرف معلومات اكتر، عاوزه تطمن يمكن اكتر. يا دكتور خلينا نقول يعني الزياره الاولى لاي مريض ليك في المركز بتكون عباره عن ايه؟ بتتكلم معاه في ايه؟ هل بتاخد التاريخ المرضي ليه؟ بتحدد له نوع العمليه؟ يعني عايزه اعرف المقابله الاولى بينك وبين اي مريض جاي يعمل شفط دهون بتكون ازاي؟ طبعا انا بسال المريض او المريضه ايه الحتت اللي مضايقها؟ يعني مش انا اللي بفرض عليها الحاجه. هي بتبقى جايه اصلا عارفه الحتت اللي هي مضايقاها او عارف، لان ممكن برضو الرجاله برضو يكون عندهم نفس المشاكل. بسالها طبعا اذا كانت عملت عمليات قبل كده، اذا كانت عندها سكر، عندها ضغط، عندها بتاخد ادويه معينه، عملت ريجيم. هي اكيد عملت ريجيم واكيد عملت رياضه طبعاً واكيد طبعاً عملت كل كلهم حاجه. معظمهم بيكونوا عملوا ريجيم وبيكونوا فقدوا يعني الثقه في الريجيم ده. لان الريجيم بيخسس حتت ويسيب حتت بنسميها احنا هارد فات، يعني دهون غير قابله لانها تروح بالريجيم خالص. فممكن تخس من وشها ومن حتت كتير، انما في اماكن معينه ما بتخسش خالص زي الارداف وزي الاكتاف او الظهر. كل الحتت دي ممكن ما تخسش بالريجيم. بس فانت بتقعد مع المريض وبتتناقشوا مع بعض، هو مبدئيا بيبقى جاي عارف ايه الحته اللي مضايقاه. طبعا اكيد. بس اكيد انت ليك بيبقى ليك التاتش بتاعك او ممكن تلفت انتباهه لاماكن تانية هو ما يكونش واخد باله منها، او تقول له مثلا لو عملنا دي مع دي هتدي نتيجه افضل. ده اكيد طبعا، بس هو يعني القرار الاخير بيبقى دايما للمريض. يعني تمام. انا بنصحه وبقول له ايه الحاجه المفيده له، وبيكون القرار له هو في الاخر. طيب اتفق على العمليه او اتفقتوا على العمليه، هل بيكون في تحضيرات قبل العمليه؟ هل هي عمليه ممكن تكون سهله الى حد ما او صعبه؟ يعني اللي انا اعرفه دلوقتي ان هي اصبحت يعني دي جراحات حتى مش يوم واحد، هي بتبقى حاجات كده ما فيش. فخلينا نعيش في اجواء العمليه بقى شويه وندخل اوضه العمليات. ازاي بقى بيكون التحضير المريض والوقت اللي بتستغرقه؟ هي المريض بيعمل شويه تحاليل كلام بسيطه جدا قبل العمليه، ولما بتدخل المستشفى بنعمل علامات معينه على الجسم، بنحدد الاماكن اللي احنا خلاص اوريدي كنا اتفقنا عليها خلاص. وبتتبنج. انا بفضل لما يكون عده اماكن انها يكون البنج كلي. لما يكون منطقه واحده ممكن يكون بنج موضعي. هو ممكن عده اماكن في عمليه واحده؟ طبعا ممكن. ممكن كل الاماكن في منطقه واحده. يعني كل الاماكن اللي مضايقه المريض تتعمل كلها في جلسه واحده. بس تاخد بنج كلي. تمام. لانه في ناس طبعا البنج كلي دلوقتي بقى متطور جدا. أكيد. جدا جدا. أكيد. ما فيش منه اي مشاكل دلوقتي خالص. الفتحات بتاعه العمليه اللي احنا بنعملها فتحات نص سنتي، كل واحده نص سنتي لدرجه ان احنا ما بنخيطهاش يعني. يعني ما يعني مش يعني مستاهله تتخيط. مش مستاهله تتخيط اصلا يعني. لانها بتبقى يعني هي بتروح بعد كده اصلا، بتروح وبتختفي تماما. ما بتبانش خالص يعني. والعمليه بتستغرق وقت قد ايه داخل غرفه العمليه؟ لا ما هو حسب كميه الدهون اللي احنا هنستعملها، وحسب احنا هنستخدم انهي تكنيك. يعني لو احنا هنستخدم فيزر، فالفيزر ده جهاز اضافي مع الجهاز العادي على الشفط العادي. يعني انت بتشفط بالعادي وبعدين بتعمل بالفيزر؟ وبعدين بعمل بالفيزر. وبعدين بدخل الفيزر تاني بعد الشفط اشد بيه الجلد. فالجهاز الفيزر ده جهاز اضافي. يعني هو بنشفط عادي. انما بنضيف عليه جهاز الفيزر ده عباره عن موجات صوتيه عاليه جدا بتفتت الدهون خالص وبتخليها
سائل او حاجه زي يعني، لان الدهون احنا عارفين ان هي حاجه صلبه شويه. اه الحقيقه الدهون جامده جدا. جامده؟ اه يعني مش هشه كده؟ لا مش زي الناس ما هي متخيله. ده ايه ده، معقوله؟ لا لا لا، اه بتبقى تكتلات دهون، ما هياش، وفي بينها وبين بعض فايبرس تيشو، نسيج ليفي. اه ما بالك النسيج يعني ليفي ده لما دي حاجه صعبه بقى على كده. اه هي طبعا بتبقى مجهود، بتبقى مجهود على الدكتور، لكن العيان العيان بيكون العيان نايم، مش حاسس بحاجه، مش حاسس بحاجه. وبعدين ما فيش اي وجع بعد العمليه ولا اي حاجه. بتلبس كرسيهات او رباط للايد او رباط للرجل حسب المنطقه، حسب المنطقه اللي احنا عاملينها. وبتقعد بيها شويه وخلاص، ولا في درانق بقى ولا في حاجه، ولا في مفيش حاجات من يعني. الموضوع بقى سهل وبسيط جدا جدا، وبيتعمل يعني مش عايز اقول لكم كام، يعني احنا بنعمل كل يوم عشرات الالاف يعني. لا ده على مستوى العالم كمان. طبعا. مش عندنا لا 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 خلاص يعني، دي بقت عمليه زي اللوز كده ولا زي يعني حاجه اكتر اكتر من اللوز. لا هي طبعا هي العمليه رقم 2 يمكن على مستوى العالم. تصنيفا يعني. لا انا اقصد في سهولتها او في بساطتها. لا لا يعني سهله جدا، عمليه بسيطه جدا للعيان. هي يعني بتبقى مجهده شويه للدكتور لما تكون اماكن كتير، لانها بتحتاج لمجهود عضلي كمان وتركيز علشان تشوف المقاييس والسنسيشن بتاع احساس الدكتور بالجلد، لان احنا بنشتغل في حته ما احناش شايفينها. صح. فايد الدكتور لازم تكون حساسه وعارفه الاماكن العاليه من الاماكن الواطيه. والعلامات الاولانيه اللي احنا بنعملها قبل ما ندخل العمليات دي اهم من اي حاجه. دي الجايد يعني، دي الجايد بقى بتاعي. وهي دي اللي بتبقى اساسيه في العمليه. طيب احنا نروح لتقرير دكتور ايمن ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه. هحكي لكم حكايه. دينا ده بقى لها كتير قوي نفسها تخس، وعندها مشكله في منطقه البطن والاجناب والظهر، والمشكله دي كانت بتخليها تصحى من عز النوم بالليل من كتر ما هي مش عارفه تتنفس. حتى وهي خارجه في لبس معين بس اللي المفروض تلبسه. وطبعا اللبس ده اللي بيلم الدنيا ويداري الديفوهات زي ما بنقول. حتى وهي بتشتري لبس كانت دايما بتجيب مقاسات اكبر من سنها. وطبعا ابعد ما في خيالها ان يجي اليوم اللي تلبس فيه المايو اللي بتحبه. من كتر ما كانت زهقانه فقدت الامل وبقت تاكل اكتر من الاول، لانها مش عارفه تخس ولا تعمل دايت. دي ما كانتش بتعرف تحط رجل على رجل، كانت ما بتحبش تنزل من البيت، وده كله بيرجع لثقتها اللي كانت مهزوزه بنفسها وشبه مش موجوده اصلا. وجي يوم كان نقطه تحول في حياتها، وهي قاعده بتتفرج على التلفزيون لقت المركز الطبي الدولي وحالات بتتكلم عن عمليه شفط الدهون. وفعلا راحت المركز الطبي الدولي وقابلت الدكتور. وأقنعها بالعملية وعملتها. وبصراحة ما كانتش مصدقة إنها تشوف جزء من نتيجة العملية بعد 24 ساعة. بس بعد 10 أيام ندى بقت واحدة تانية خالص. رجل على رجل. وبتنام لحد ما بتشبع نوم. وطبعا سيبكم من كل اللي فات، دي مش مصدقه ان بقت تلبس اللبس اللي بتحبه.
نفسي قوي للمركز الطبي الدولي. شكرا للمركز الطبي الدولي اللي رجع لها ثقتها في نفسها مرة تانية. لسه مكملين يا دكتور أيمن، ويمكن كنا بنتكلم عن سوء توزيع بقى الدهون. دلوقتي معظم الستات عاوزة يبقى ليها الكيرفات دي، أيوة. تبقى الوسط معرفش ازاي اللي ايه، فهل ده يعني سهل ان هو يتعمل يا دكتور؟ يعني في ناس تقولك معقولة معقولة انا ممكن ابقى كده، يبقى هي جسمها كله حتة واحدة، وتقولك انا معقولة ابقى عندي تعرف بعد الخلفة والحمل والعيال الدنيا بتبوظ خالص طبعاً. فبتبقى عاوزة نفسها ترجع يعني على الاقل زي ما كانت تاني. لا لا طبعا، دي اولا دي بنرجعها طبعا زي ما كانت قبل ما تبقى حامل وتولد وكل حاجة. انما المهم ان يكون عضلات بطنها اصلا قويه. أيوة. يعني بعد ما تولد لازم تعمل رياضه عشان عضلات بطنها تبقى قويه. لان لو انا شفطت دهون وعضلات البطن مترهله هيفضل المنظر برده مش حلو. مش حلو. لازم تشد بقى شد جراحي. لازم اشد شد جراحي، اعمل تامي تاك بقى. انما الجناب والكتاف والحتتين بتوع الظهر اللي ورا الظهر دول اللي على السكابولا اللي عظمه الظهر دول كلهم بيتشفطوا وممكن نعيد توزيعهم بقى، نحطهم في الهانش الدهن نفسه ده بتبقى عمليه زرع عاديه يعني. بنحطهم في الباتوك في الهانش نزوده نشد الجلد بيه نزود حجم الفوليوم بتاع الهانش والوسط. الوسط بيتعمل ده. الوسط بيتعمل سهل. الوسط بس ده مش لازم شد يا دكتور يعني. انا ما انا قلت لحضرتك ايه، لازم تكون عضلاتها يعني بعد ما بتولد لازم تكون رجعت عضلاتها سليمه. طب واحده ما رجعتش عضلاتها سليمه، لا تعمل وبطنها ما يعلم بها الا ربنا، وفي ترهلات والعضله بايظه، مدام العضلات تعمل ايه؟ بصي حضرتك، مدام العضلات مترهله يبقى لازم تعمل تامي تاك. لازم اللي هو شد البطن. وفي ساعتها بنعمل لها وسط برضو بشد العضلات. انت بقى بتضايق بقى العضلات من النص؟ لا، من الجناب. من الجناب هنا في عضلات في الجناب هنا برضو. أوكي. بنضايقهم. ايوه. وبنعمل الوسط ده بالاضافه للعضله اللي في العضلتين اللي في الوش دول بنقلب نصهم لجوه. وبنشد العضله. وبنقلل الكافيتي بتاع البطن من جوه. بحيث انها ما بتعرفش تاكل نفس كميات الاكل اللي كانت بتاكلها قبل كده. لان ما فيش سبيس البطن تكبر فيه. لا مفيش. فهي بتخس بعد عمليه التامي تاك، بتخس تطلع 10 15 كيلو بعد. انا بلاحظ كده ان هم بيخسوا بعد عمليه شفط الدهون. ما هو مفيش حضرتك، احنا عاملين لما بنشد العضلات المعده كانت بتاخد براحه الاول. وتتملي كويس. انت دلوقتي زنقت على لكن انا زاني عليها كبست عليها كبست على البطن من بره. من بره. من غير ما نعمل حاجه من جوه. بحيث ان البطن لما المعده لما بتيجي تتملي ما بتقدرش. فهي العيانه بتاكل كميات قليله. فبالتالي بتخس بعد العمليه من 10 ل 15 كيلو كمان. طيب في ناس كتير بعد عمليات شفط الدهون بتقول لك هو انا لازم اعمل دايت، او هو انا الناس الثانيه بقى تقول لك طب انا اكل براحتي بقى طالما عملت عمليه شفط دهون. يعني في ناس بتعمل كده وناس تقول كده. ايه الصح فيهم؟ لا 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 طبعا، بصي حضرتك طالما هي راحت عمل شفط دهون الاماكن اللي اتشفط فيها الدهون مش هترجع تاني. خلصت انتهت. خلص، لان احنا شلنا قللنا عدد الخلايا الدهنيه الموجوده في المنطقه دي. انما لو هي اكلت كتير وما اهتمتش باكلها وبالنظام الغذائي بتاعها هتتخن من الاماكن اللي احنا ما شفطناهاش. طيب دي معلومه. يعني واحده شفطه في بطنها وعماله تاكل وخلاص بقى، ما انت اكيد هتتخني. يعني هتتخني من يعني مش معقول هتتخن من الجناب. هتتخن من ظهرها. لكن مش هتدخل من بطنها خلاص. يعني الحته اللي احنا شفطناها مش هتدخل منها تاني. طيب دي معلومه مهمه جدا، وبصراحه انا بحترم يا دكتور صراحتك الشديده انه يا جماعه اكيد اللي بياكل هيتخن. لازم. فدلوقتي انت شفطتي بطنك مش هتدخن تاني، انتهت. بس اكيد هتتخني، يعني اكيد ممكن تتخني من اماكن تانية. فده احنا مش عاوزينه. فاحنا عاوزين عمليات شفط الدهون دي تبقى بدايه لايف ستايل جديد. بالظبط. مختلف بقى. تمام. عن اللايف ستايل القديم اللي كنا، تبقى حافز كده والواحد يشوف نفسه بقى شكله حلو. تمام. ومبسوط بشكله، يستخسر حتى على الاقل ان هو يبوظ
اللي هو عمله والشكل الحلو ده. انا بشكرك يا دكتور ايمن على وجودك معايا النهارده ضيف العزيز دكتور ايمن انديل. هنروح لفاصل، بعد الفاصل بشرتك مع ماسي. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً 10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. أعتقد أنه الجمال ليه مقاومات كتير قوي، والبشرة الجميلة أو الحلوة من أهم مقاومات الجمال. يعني ممكن الست تبقى لابسة حلوة قوي ومتشيكة قوي والدنيا لطيفة، وتبص في وشها تلاقي فيه مشاكل الدنيا والآخرة، فكده كل حاجة اتمسحت راحت، ما بقاش ليها معنى ولا أي حاجة. وممكن تلاقيها لابسة بسيط جدا، ست بسيطة جدا جدا، يعني مش ما فيش أي حاجة غريبة يعني أو زيادة في لبسها، منتهى البساطة، لكن تبص في وشها تلاقي نور وصفاء وحاجة جميلة جدا تحب أنك تبص لوشها. أي ست في الدنيا تتمنى طبعا أن وشها يبقى جميل، هو الوش ده هو يعني الأساس. أي واحدة في الدنيا تتمنى تبص في المراية تبقى مبسوطة، على الأقل ما تبقاش متضايقة من نفسها، لأنه ده بيديها يعني بيحبطها بشكل كبير جدا. والواحدة لما بتبقى متضايقة أو في حاجة في نفسها يعني مضايقاها أو في وشها خلينا نقول بمعنى أصح مضايقاها، يعني بتبقى شايفة الدنيا كلها سودة ومش لطيفة. ويا سلام بقى لو واحدة صاحبتها كده ما خدتش بالها وعلقت لها تعليق، ولا جوزها قال لها كلمة ولا بتاع، الدنيا بتقفل معها خالص. فالاهتمام بالبشرة ده مهم جدا. أنا في نظري أنه من الأولويات ومن الأساسيات إن اللي أي ست لازم تراعيها وتهتمي بيها. في ستات كتير بتتحجج إن هي ما عندهاش وقت، إن هي مشغولة، وأنا عندي وقت أروح أعمل أتجمل ولا أعمل مش عارفة إيه ولا أروح أحقن ولا أروح. إحنا في فقرتنا دي مش ما بنتكلمش عن كده خالص، إحنا في فقرتنا دي بنتكلم عن ماسي دورو جولد، الكريم اللي عنده قدرة على علاج معظم مشاكل البشرة من غير ما تتعبي نفسك ومن غير ما تتحججي ومن غير ما تقولي أنا مش فاضية ومن غير أي حاجة خالص. هنتكلم عن ماسي دورو جولد النهاردة وهنعرف إزاي بيشتغل على البشرة وإزاي بيعالج معظم مشاكل البشرة سواء للنساء أو للرجال.
مع ضيوفي الاعزاء اللي معايا النهارده في فقرتي دي. دكتور دينا ابو السعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم، اهلا يا دكتوره دينا. ودكتوره حنان الحسيني المدير التطويري لشركات ماسي فارم، يا اهلا يا دكتوره حنان. ليه ستات كتير بتتحجج وتقول لك انا مش فاضيه، هو احنا بقى لسه هندور عن نتجمل ولا وكده، ان كان عجبكم حلو يعني مش عارفه يعني الواحد بيتجمل لنفسه مش لاي حد، الواحد يهمه ان هو يشوف نفسه حلو، صح ولا غلط؟ فعلا يا يمنى، اهم حاجه ان الست تحس ان وشها حلو هتدي في شغلها، هتدي في بيتها، هتدي مع جوزها، مع اولادها، هتدي لنفسها، مع اهلها. لكن لو فعلا صحت من النوم بصت في المرايه لقيت ان في مشكله معينه في وشها زي هالات سودا اللي هي ابسط حاجه، بتضايق جدا، مش هتدي الكواليتي اللي مطلوب منها. مع ماسي هيدروجولد حقق نجاح كبير. ليه؟ لان الكريم الوحيد والامثل والاقوى في عالم التجميل ماسي هيدروجولد، الكريم اللي يقدر يعالج ممكن اقول كل علامات التقدم في السن، مش معظمها. ايه هي علامات التقدم في السن؟ تجاعيد، يعني ممكن مثلا واحد يقول لك ايه ده، هو انت شكلك كبران؟ في حد بيقول كده في وش حد؟ شكلك في حاجه، يعني في كبرتي شويه. الكبر يعني تجاعيد، الكبر يعني بقع في البشره، الكبر يعني تهدل. ماسي هيدروجولد يقدر يشد الجلد يا يمنى. كتير يقول لي فعلا ماسي هيدروجولد يقدر يشد الجلد؟ نستغنى عن الخيوط، نستغنى عن حاجات كتير. طبعا التهدلات البسيطه احنا مش محتاجين لاي اجراء عمليات جراحيه او خيوط، مع التهدلات البسيطه بيشد شده خفيفه. ماسي هيدروجولد يقدر يدي ترطيب عالي. عايزه اقول لك انه اول ما بنستخدمه احنا بنحس بشده الجلد ده كتير، صح؟ يعني انا صح. انا حسيت بشده الجلد، صح؟ وهو معايا يعني مش عامله كده ولا لا. ولا ان انا عارفه اتحرك يمين ولا شمال ولا اضحك ولا انت يومنا ما عندكيش مشكله في البشره. ايوه لا انا بقول لك انا حسيت انه الجلد عارفه تشد. ايوه يعني عارفه قوي. بيلمع مش صح صح، مش الشده اللي هي البايخه اللي هي انت فاهمه قصدي. اكيد طبعا. ماسي هيدروجولد بيدي ترطيب عالي قوي، فانت كل ما بترطبي بشرتك بيبقى الالاستيستي بتاعت الجلد عاليه، بيبقى فيه مرونه حلوه قوي، هتلاقي نفسك عملتي وقايه من التجاعيد. حتى لو ما عندكيش بتعملي وقايه، مش معنى انك انت حلوه او اي سيده حلوه انا مش محتاجه ماسي دلوقتي لما يحصل لي مشكله. لا، ماسي هيدروجولد بيستخدم من سن صغير جدا، من 18 سنه، عشان تحسني الكواليتي بتاعت الجلد وتعملي وقايه من ظهور علامات التقدم في السن. ماسي هيدروجولد السكس اكشنز دي من اهم المشاكل اللي اي ست بتعاني منها. ماسي هيدروجولد اتصنع يا يمنى في 6 سنين ابحاث. شركه ماسي فارم ما استعجلتش ابدا انها تنزله في الماركت وما استرخصتش في مكوناته. عملنا ابحاث لمده 6 سنين على كل انواع البشره، البشره الدهنيه ازاي نقدر نناسبها، البشره الجافه ازاي نقدر نناسبها، كل الوان البشره. فماسي هيدروجولد فعلا طفره كبيره جدا في عالم التجميل. ويمكن يا دكتوره حنان السكس اكشنز اللي هم الحاجات اللي بيعملها او الوظيفه اللي بيعملها ماسي مكتوبه على العلبه. طبعا خلينا نشوفهم وتشرحي لنا بقى يعني ايه، لان هو بالانجليزي طبعا. هو تمام. كل حاجه مكتوبه بالانجليزي. بصي، هو فعلا في علبه ماسي هيدروجولد هنلاقي السكس اكشنز اللي هي الست حاجات اللي بيعالجها ماسي هيدروجولد كلهم مكتوبين، وكمان مكونات ماسي هيدروجولد ال 56 مكون كلهم مكتوبين على العبوه. فاحنا ماسي هيدروجولد يا يمنى هو كورس علاجي تجميلي للبشره، ودايما بناكد على كلمه علاجي، انه مش بس كريم تجميلي للبشره بيدي نضاره وحيويه، لا ده كمان بيعالج عيوب البشره. بيعالج ايه يا يمنى؟ او السكس اكشنز بيعالج الكلف، بيعالج النمش، بيعالج الهالات السوداء، بيعالج التصبغات الجلديه والبقع الداكنه، بيعالج مشكله شحوب الوجه. فماسي هيدروجولد فعلا بيقدر انه يعالج بالاضافه الى انه يجمل البشره. وفي يعني هم دول المكتوبين المكتوبين اللي هم السكس اكشنز، خلينا نقراهم. انتي رينكلز اللي يعني هو مضاد للتجاعيد او مضاد لعلامات التقدم في السن. انتي ايج مضاد للعجز، نفس تمام. الخطوط التعبيريه اللي بتدي عجز للبشره. وايتنينج يعني تفتيح او تبييض، اللي هو بنقول عليه بيعالج البقع الداكنه او التصبغات الجلديه. مويسترايزنج ترطيب، يعني بيقدر انه يرطب البشره، ولما برطب البشره بزود مرونه الجلد، يبقى بمنع تكوين التجاعيد وباخر علامات التقدم في السن. نورشنج ده اللي احنا بنقول عليه انه من اول دهنه او من اول ضغطه بلاحظ نضاره وحيويه للبشره، بلاحظ ان الوش قد ايه منور. الفيس ليفتنج اللي هو شد الوش اللي انت كنت لسه بتقولي عليه، اللي بنحسه من اول ضغطه ومن اول استخدام، اللي هو انا وشي مش مشدود من اللي هو مش عارفه اتكلم او مش عارفه اضحك، لا وشي يعني لو في يعني اي لو في خطوط اللي هي عارفه خطوط بالظبط او خطوط التعبيريه تختفي كده.
بالظبط اللي هي الفيشل اكسبريشنز او الخطوط التعبيريه بتلاقيها اتشدت خفيف، بس لما بتتشد خفيف بيبقى وشي عادي، بقدر اعمل تعبير وشي عادي، اقدر اكشر، اقدر ارفع حواجبي، ما فيهوش اي مشكله. طيب اذا هو ما بيتعارضش خالص مع فكره البوتوكس والفيلر، دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. طبعا ماسي دروجولد بالعكس، انا بنصح كل السيدات او الرجال اللي بيستخدموا حقن فيلر وبوتوكس نستخدم ماسي دروجولد لازم مع الحقن. طيب ليه انا استخدم لو مثلا سيده عندها مشكله تجاعيد، بس انا ما عنديش غير تجاعيد وانا بحقن فيلر وبوتوكس، انا بنصح انها تستخدم ماسي دروجولد معاها، لان ماسي دروجولد الذهب من اهم مكوناته مش موجود في حقن الفيلر والبشره محتاجاه، مضادات الاكسده مش موجوده في حقن الفيلر والبشره محتاجاه، الكولاجين، الفيلر، كل الحاجات دي. اولا اي حد بيحقن كل 6 شهور لازم يحقن، فدي حاجه كلنا عارفينها. دي مش موجوده في ماسي ان كل 6 شهور لازم؟ لا اطلاقا. ماسي دروجولد انت بتلاقي الفيلر والبوتوكس بتديك نتيجه اون ذا سبوت، لانك انت بتحطي الملي تحت الجلد مباشره، كل شهر بينقص 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 فبترجعي تحقني. ماسي دروجولد لا، انت كل يوم بتحطي كميه في كميه في كميه، فبيقعد الجلد بيتشرب بيتشرب لغايه ما بتخلصي الكورس بتاخدي النتيجه كلها بعد 6 شهور من الكورس. فبيقعد فتره طويله، كمان هو بيحتوي على مضادات الاكسده، يعني بيعالج التجاعيد وبيمنع من ظهور التجاعيد تاني. تقعدي فتره طويله، يعني يقولي خلاص طب يا دكتوره دينا انا مش هقدر اجيب مثلا غير عبوه، انا عندي عملاء كتير بيكرروا، انت عارفه سايكولوجيكلي ادكت، يعني لو انت بتحبي حاجه بتكملي معاها. في عندنا عملاء بيقولي لا احنا عايزين ناخد العبوه ومش قادرين مثلا على عبوه تانية. انت بتحافظي بعد ما بتخلصي ماسي انك تنامي كويس، تشربي ميه كويس، ما تتعرضيش للشمس كتير، هتلاقي فتره طويله جدا وشك زي الفل وما فيهوش اي علامات تقدم في السن. فعلى طول بقول ماسي دروجولد لا يتعرض مع حقن الفيلر والبوتوكس ولا حتى الخيوط، بالعكس لازم نستخدم ماسي دروجولد مع الحقن والخيوط كمان. طيب نروح لتقرير ونرجع مره تانية نكمل كلامنا. ماسي دروجولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دروجولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دروجولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد، المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. يمكن دكتورة حنان انه ماسي يتعرف انه كريم الذهب تمام عشان هو فيه
دهب بالظبط. ويمكن لما بنحطه بنشوف الدهب بالزبط. يعني ده مكون باين وواضح صح. للناس كلها. خلينا نتكلم شويه عن المكونات تمام. خاصه انه احنا اللي متعودين عليه انه الكريم يبقى فيه مكون اتنين يعني ثلاثة لما يبقى واسامي صح. كبيره جدا طبعا ومعروفه وبتعتمد على انه هي يبقى ايه يعني حاجه واحده بس انتوا عاملينه في 56 حاجه مكون بالظبط. فالناس اللي بتستغرب انه هيعالج كل مشاكل البشره دي يمكن لا دول 56 حاجه ده لو كل حاجه من ال 56 اتركزت على حاجه يبقى خلاص احنا خلصنا كل مشاكل البشره. فخلينا نتكلم شويه عن المكونات. تمام. هو بالنسبه للمكونات يا يمنى انا بصراحه ما بحبش كلمه الذهب دي لان دايما اقول جزيئات الذهب لان في منتجات كتيره قوي في الماركتس بتحتوي على الذهب سواء كان ميه ذهب او ماسك ذهب ده ما بيديش نفس الايفكت او نفس تاثير ماسي دور جولد وده اللي بيخلي ماسي دور جولد مختلف تماما عن اي منتج اخر في الذهب. فماسي دور جولد بيحتوي على جزيئات الذهب او بنسميها الجولد بارتيكلز عيار 23 وهي قدامنا على الشاشه زي ما انت شايفه كده يا يمنى هي جزيئات اللي هي الكور دي فدي جزيئات ذهب ده توضيحي طبعا ازاي البشره بتمتص الذهب بالظبط عيار 23 فاي حد هيفتح علبه ماسي دور جولد هيلاقي السيرتيفيكت جارانتي او شهاده الضمان اللي هتضمن لي من المصنع في ايطاليا طبعا اللي هتضمن لي ان ماسي دور جولد متصنع من جزيئات الذهب عيار 23. طيب الذهب بيعمل ايه؟ الذهب هو بينشط الدوره الدمويه اللي هو ستيميليت البلاد سيركيليشن بينشط لي الدوره الدمويه في الجلد عشان يحفز انتاج الكولاجين. كلنا عارفين الكولاجين قد ايه مقاوم للتجاعيد قد ايه بيقدر يعالج الخطوط التعبيريه علامات التقدم في السن فده اللي بيدي الذهب مصطلح اسمه اكسير الشباب الدائم ده اللي دايما كلنا بنقول عليه ان الذهب فعلا هو بيقدر يعالج التجاعيد بيقدر يعالج علامات التقدم في السن والخطوط التعبيريه. الذهب مكون رقم واحد في علاج التجاعيد. كمان الذهب فيه ميزه مهمه جدا انه غني قوي بمضادات الاكسده، مضادات الاكسده اللي هي اللي بتديني النورشنج للفيس او بتديني اللي احنا الموجود في السكس اكشنز اللي هي نضاره وحيويه البشره. فالذهب مهم جدا جدا يا يمنى في مكونات ماسي دور جولد. الذهب كمان بيخلي ان انا اول ما بحط ماسي دور جولد على وشي بحس بسخونيه خفيفه او حراره كده خفيفه دي بترجع لتنشيط الدوره الدمويه عن طريق فعل جزيئات الذهب. ده بيقدر انه يسخن لي البشره. عارفه اديكي مثلا زي ايه؟ زي الناس اللي بتلعب رياضه مثلا او بيواظبوا على التمارين الرياضيه في فتره تسخين في الاول اللي هي الكارديو دي اللي بتحفز العضلات بتاعه الجسم عشان تقدر تستقبل اي مثلا تمرين حديد ويتس بتاع هتستخدميه. نفس الحاجه في الذهب. الذهب بيسخن البشره بيخليها تبقى ريدي او مستعده ان هي يعني 55 مكون الموجودين في ماسي دور جولد يشتغلوا عليها ويقدروا ان هم يدوني الحيويه والنضاره وعلاج جميع عيوب البشره اللي بنتكلم عليها. طيب ده الذهب. طب الكافيار؟ طب ما احنا في كافيار ده لوحده بيتعمل عليه قصص وحكايات بالظبط. وفي فعلا منتجات كتير في الماركت قايمه على الكافيار فقط. الكافيار مهم جدا جدا يا يمنى. الكافيار غني جدا بمضادات الاكسده غني بالاحماض الامينيه امينو اسيدز غني بالاملاح المعدنيه المينرال سولز. الكافيار مستخلص من ميه البحر فعايز اقول لك انت لما بتقعدي قدام البحر شويه بتحسي قد ايه بنضاره وحيويه البشره. فتخيلي الكافيار غني بكل الحاجات اللي قلناها غني بالبوتاسيوم غني بالسيلينيوم كل الحاجات دي بتدي نضاره وحيويه للبشره بتعالج التجاعيد بتقضي لي تماما على اي شحوب في الوجه. طيب منتج في 56 حاجه لازم يكون منتج فخم. هل في طريقه بقى معينه لاستخدامه وهل في يعني بروتوكول معين علشان هي الناس بتسال طبعا بتسال ومن حقهم طبعا ان هم يعرفوا ازاي يستخدموه ونتيجته هتبان معاهم بعد قد ايه؟ ماسي دور جولد طريقه استخدامه سهله جدا يا يمنى. كريم زي اي كريم بيستخدم صباحا ومساء مكتوب ان هو بوت ايفنينج اند مورنينج. طريقه استخدامه طبعا هي دي عبوه ماسي دور جولد على طول بنصح كل اللي بيتفرجوا علينا محدش يفتحها من هنا عشان هو معقم كويس جدا. هو بالبامب هو بالضغط يا جماعه بالضغط. مش زي الكريمات العاديه بتتفتح بغطاء ولو حصل واتفتح يتقفل على طول عشان ما يدخلوش هواء او مايكرو اورجانيزم او بكتيريا. احنا بنضغط 3-4 ضغطات على كف ايدينا وبنوزعه على الوش كله
زي اللي في الفيديو. طبعا طبعا دي النتيجه يمنى من اول دهنه، بتشوفي نضاره حلوه قوي، بتشوفي لمعان في البشره، حيويه عاليه جدا، بتشوفي حتى جزيئات الذهب موجوده. مهم قوي اقول ان المساج يبقى من تحت لفوق عكس الجاذبيه الارضيه. احنا بنقول هو بيشد الجلد، فما ناخدوش من تحت، نشد الجلد على فوق. لان كل ما بتتقدمي في السن الوش الجاذبيه الارضيه بينزل، فمن علامات التقدم ان الوش نزل. فانت مع ماسي بتشديه على فوق، انك انت سن في البطاقه بيكبر بس وشك مشدود زي ما هو. فهو ده انك انت ازاي تقدري تعجزي في ذكاء. في ناس بتنسى اصلا سنها على فكره، في ناس بتنسى والله العظيم سنها اللي في البطاقه. صح، تقول لك يعني انا فعلا سن يعني عندي كام سنه، تقول لك مجرد ما اعرفش، مش مهم. صح، مش مهم انا عندي كام سنه، المهم ان شكلي حلو، المهم ان روحي لسه صغيره، المهم ان انا عايشه الحياه ببساطه شديده جدا وراضيه عن نفسي. فمش مهم بقى عندي 60 عندي 70 عندي 80. انت كل يوم والتاني شايفه على صفحات السوشيال ميديا والفيسبوك مشايرين صور لناس عايشين بره يعني، او لفنانات جميلات يعني ربنا يديهم الصحه وطول العمر كلهم، ويقول لك دي عندها 60 سنه ودي عندها 70 سنه ودي عندها 80. مالهم؟ هم زي القمر يا جماعه. صح، يعني هم مشايرينها على اساس ان هم يعني ايه، بيقولوا لك بصوا جمالهم عاملين ازاي، بصوا هم عاملين ازاي. الناس دي بتهتم بنفسها جدا جدا، هي ما وصلتش للمرحله اللي هي فيها دي ان هي يبقى عندها 60 سنه وباين ان هي عندها 30 سنه من فراغ على فكره. صح، ولا هي اكيد هي برضو محظوظه ان هي شكلها صغير، بس هي اشتغلت على نفسها وتعبت على نفسها، اهتمت بنفسها. ومفيش عمليات تجميل بتصغر كده في السن، هو لازم الواحده تكون هي من زمان مهتمه. صح، ببشرتها ومهتمه بالكريمات اللي بتحطها على بشرتها. صح، مهتمه باكلها، مهتمه باللايف ستايل بتاعها علشان توصل في الاخر للمرحله دي. صح. خلينا نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مع الساده المشاهدين. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Doro Gold خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Maci Doro Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. يمكن
يمكن شفنا في التقرير فروع كتير بالزبط. لشركة ماسي فارم وانتشار كبير مش بس تمام. في مصر. ده معناه انه اي حد على مستوى العالم يقدر يتواصل معاكم او يحصل على ماسي؟ اكيد طبعا يا يمنى. احنا عندنا ماسي، انت عارفة ان شركة ماسي فارم عملت ماسي دروجولد ومتصنع تماما من اوله لاخره في ايطاليا from A to Z. ال 56 مكون الكيميائيين اللي صنعوه المصنع هناك في ايطاليا، يعني هو منتج ايطالي الصنع بنسبة 100%. ماسي دروجولد موجود في، ممكن نطلبه في اي مكان في العالم، في ارقام بتظهر على الشاشة في جميع انحاء العالم بيتصلوا بيه، في ارقام خاصة بدولة الامارات الشقيقة وارقام خاصة في داخل جمهورية مصر العربية. فماسي دروجولد هو منتج عالمي مش مقتصر بس انه يبقى موجود في مصر. كمان لينا فروع كتير جدا يا يمنى. عندنا الفرع الرئيسي اللي هو ماسي فارم ايطالي، ده في ايطاليا. في عندنا فرع داخل جمهورية مصر العربية مقره القاهرة، وفي عندنا فرعين في دبي، ماسي فارم كوزماتكس وماسي فارم ماسي فارم جلف اللي هو موجود في جبل علي المنطقة الحرة. وقريبا جدا ماسي فارم في يو اس اي في ولاية فيلادلفيا، ده لسه فرع تحت الانشاء. طيب ماسي كمان يا دكتورة ديني، خلينا نقول للسادة المشاهدين انه منتج مرخص من اماكن كتير مش طبعا. من مكان واحد، من ثلاث اماكن. ومعنى انه مرخص انه خضع لاختبارات كتير جدا أكيد. خضع لفحوصات كتير جدا، اتجرب على ناس كتير، مر بمراحل كتير واختبارات كتيرة جدا علشان تقدروا يعني تطرحوه في الاسواق صح. والناس كلها تستخدمه وما يبقاش ليه اي سايد افكتس او اضرار. فخلينا نقول هو مرخص منين بالظبط. ماسي دروجولد مرخص من وزارة الصحة المصرية، مرخص من دول الاتحاد الأوروبي لأنه هو طبعا مصنوع في إيطاليا، وكمان مرخص من الإمارات حكومة دبي. يعني ماسي دروجولد آمن جدا، ملوش أي أعراض جانبية إطلاقا، يستخدم للسيدات، يستخدم للرجال، يستخدم لجميع أنواع البشرة من غير أي أعراض جانبية، يستخدم لجميع الأعمار ابتداء من 18 سنة. أكيد لحد كام؟ لا عندي عملاء، عندنا عملاء في شركة ماسي لغاية 80 سنة بيستخدموا ماسي دروجولد. مهتمين جدا، شوفوا 80 سنة ومهتمة ان هي تجيب كريم وتحطه علشان تبص في المراية تبقى مبسوطة. طبعا. طب دي يعني طبعا امارات 80 سنة دي لسه في عز شبابها، ما حدش يفهمني غلط. اصلا يا يمنى باين شكلها مثلا 50 سنة. ايوه من كتر اهتمامها ببشرتها. لا انا بقول لك يعني بصوا يعني 80 سنة يعني هي كبرت فعليا في كرقم، هي كبرت صح. بس روحها بصوا قد ايه جميله وصغيره، وبتدور انها تشتري كريم وتحلي نفسها وتجمل في نفسها. يعني والله العظيم انا بشوف ناس يعني اقول لك ايه صحيا متهالكه متهالكه جدا جدا صح. لكن بتتمسك باي اشياء تقدر تخليها مقبلة على الحياة صح. او تخفف عنها عناء اللي هي فيه اللي هي فيه صح. صدقيني صح. يعني انا مثلا لما اروح مثلا لكوافير مثلا الاقي ست كبيرة قاعدة على كرسي بعجل يعني وقاعدة مهتمة جدا ان هي تعمل ما اعرفش ايه، ببسط جدا لانه قد ايه الست دي صحيح هي عندها مشكلة او ربنا اداها مشكلة، بس هي ما فقدتش الامل، هي مبسوطة جدا. فدي نماذج. انا بقول لكم كده ليه؟ بقول لكم في نماذج يا جماعة عندها مشاكل كتير جدا ومع ذلك هي ما فقدتش الامل وعندها امل في الحياة وعاوزة تبقى حلوة وعاوزة تتجمل، لعل ده يديها كده طاقة ايجابية تساعدها على اللي هي فيه. انت بقى قاعدة في البيت ما بتعمليش اي حاجة مثلا، او بتشتغلي او والحمد لله عندك كل سبل الراحة، ليه ما تهتميش بنفسك بقى صح. وتيجي بعد كده تقول لي ده انا حاسه ان انا عجزت. طب ما هو طبيعي لانه انت مش مديه لنفسك حق صح. صح. صح ولا غلط؟ ماسي دروجولد يا يمنى طبعا حقق على طول، بقول هو طفره في عالم التجميل. ماسي دروجولد ملوش منافس، يعني ممكن تلاقي منتجات بالكافيار بنفس بعض، منتجات بالكولاجين بنفس بعض. ماسي دروجولد ليه بقول ملوش كوزماتيك منافس؟ لان الوحيد اللي فيه 56 مكون. بتقدري تستغني عن الدي كريم والنايت كريم وسيرم تحت العين وكريم للرقبه. انا بتكلم في ده عشان السيدات اللي بتقول ما عنديش وقت، انا متجوزه وعندي عيال وبودي مدارس، هو مش 500 حاجه هتحطوها يعني. لا. هو حاجه واحده هي بتبقى خلاص على تسريحتها، فقط كريم ماسي دروجولد بيغنيها عن كل الكلام ده. وهي اكيد عندها 5 دقائق من ال 24 ساعه يعني. تظبط نفسها فيها اكيد يعني. فماسي دروجولد طبعا امن جدا. كنا بنتكلم برضو على التراخيص، الستات الحوامل ما تهملش في نفسها، الستات الحوامل بتبتدي تستخدمه من بعد الشهر الثالث، بيديها حيويه حلوه قوي، بيديها نضاره حلوه قوي. الستات اللي
متجوزين وعندها عيال وعندها بيتها وعندها جوزها والمطبخ والعيال والنادي والمدرسة. أيوة. بقول لك 5 دقائق الصبح وخمس دقائق بالليل، لو شايف انه كتير قوي كفاية 5 دقائق، 3 دقائق بالليل قبل ما بتنامي بساعة. ليه بقول كده؟ كده العيال في المدارس بتنام بدري اصلا، يعني ما تتلككوش، بيناموا بدري والمدارس دخلت. فعلا يا يمنى العملاء طايرين، يعني احنا بنتكلم وبنعمل الماركتنج بتاع ماسي، بس اكتر وقت بيسعدنا كلنا لما بلاقي النتائج البوزيتيف لي. سيدات كتير مبسوطة يعني بتقول لي مثلا انا هاخده يا دكتورة دينا وشهرين كده واكلمك. تقول لك ايه الاخبار؟ قلت لها بصي انا مستنيه تليفونك. لا أيوة. انا مجربه وعارفه. أيوة. هو معايا انا شخصيا تحفه. بس انا لما صاحباتي بقى بياخدوه برضو بحب اسال. طبعا. ايه الاخبار بقى؟ الأخبار. لا يعني عارفه، لان هم طبعا بيبقوا سمعوا عنه مني مثلا او عرفوا، يعني فاهمه ازاي؟ فاللي هو ايه الاخبار، يقولوا لي لا 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 احنا منبهرين منبهرين. فعارفه اللي هو الواحد يعني ايه بيبص ان في بقت في حاجه موجوده حلوه. طبعًا. فعلا طبعًا. بقى. ومش قادره اقول لك من اكتر الحاجات اللي بتتاخد كادوهات هو ماسي. مفيش ست في مصر مفيش ست في مصر يعني انا على طول رجال طبعا انا بقول هو صالح للرجال ومستخدم للرجال، بس الرجال كتير بيكلموني انا مراتي يا دكتوره دينا خوتاني بماسي ده بجد. ابعتي لي ماسي انا هديه عيد ميلادها. فبقول له مثلا هو في شرم الشيخ ومراته في طنطا. فبيقول لي لا ابعتيه لي شرم. أيوة. عشان ما تدخلش على البيت من غيره، مش هتدخل. فطبعا الحلو ان ماسي احنا عندنا مندوبين في جميع محافظات مصر وبيوصل في نفس اليوم. لو محافظه بعيده شويه خلال 24 ساعه ده ماكسيمم. طبعا الكول سنتر متواجد يا يومنا 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، ما عندناش ساعه اجازه. فسهل قوي الحصول على ماسي دروجولد ومرخص من جميع الجهات، وحق كل الناس طبعا اللي بتتفرج علينا ان هو يعرفوا ان المنتج امن جدا. طب انتوا ليه مش عاملينه في الماركت يا دكتوره حنان؟ يعني ليه مش عاملينه مثلا ان انا انزل الاقيه موجود كده على الشلف؟ تمام. هي شركه ماسي فارم فعلا يومنا حبت ان هي توفر على العملاء، ما تخليهمش ينزلوا يسالوا فين اقرب مكان نقدر نجيب منه ماسي. لا بالعكس، ماسي بيوصل لهم لحد باب البيت. عايزه اقول لك ان ماسي عامل طفره كبيره جدا جدا لكل العملاء. احنا بنحب جدا نتابع معاهم بعد ما بياخدوا ماسي بنسالهم. عايزه اقول لك من اول اسبوع يا يومنا النتائج كلها ايجابيه. مش عايزه اقول لك قد ايه، وحاولت اعمل احصائيه كده السن، يعني ايه اكتر سن بيحس ان ماسي دور جولد فعلا جايب معانا نتيجه. لقيت فعلا ما عرفتش اعمل، يعني لقيت من سن 18 سنه وانت طالعه النتائج ايجابيه جدا. يعني الشباب اكتر عمر اكتر عمر والله بيطلبه. كلهم يا يمنى يعني اكتر عمر بيطلبوا الثلاثينات، بس النتائج الايجابيه مع مين؟ هي فعلا مديه من سن 18 سنه فما فوق من غير اي تفرقه. اوكي. يعني فعايزه اقول لك جايب نتيجه هايله جدا. من اول ضغطه يا يمنى بنحس بنضاره وحيويه. كل التعليقات ان من اول ضغطه بتحسي بنضاره وحيويه، التجاعيد، التصبغات الجلديه، البقع، الدكنه، من كل اسبوع بنحس بتحسن لحد ما بيخلص الكورس لمده 6 شهور. كل الناس اللي اخذوا ماسي دور جولد بعد اتمام الشهر السادس ما بيحطوش ميك اب، ودي شهاده من كل الناس اللي استخدموه. وما بيرجعوش يستخدموه تاني. وما بيرجعوش يستخدموه تاني ليه بقى؟ لان انت ما بتحطيش ميك اب، لان الميك اب هو عباره عن زي حاجز او حاجه بتداري بيها عيوب البشره. فلو انت بشرتك حلوه وما فيهاش اي عيوب وبيرفكت، انت مش محتاجه تستخدمي اي ميك اب. وده اللي انا بقوله ان ماسي دور جولد هو علاجي تجميلي للبشره. بالنسبه ليه احنا كنا بنقول في ايه، كنا سالتيني على حاجه دلوقتي. انت نسيتيني يا دكتوره حنان، خدتيني في الكلام ونسيتيني. فعايزه هو ما بيحتاجش الواحده ما بتحتاجش ما بنكرروش تاني ليه بقى؟ لان ماسي دور جولد زي ما بنقول هو بيظبط صبغه الميلانين للمستوى الطبيعي، بتبقى عاليه جدا، وده اللي بيسبب الهالات السوداء، التصبغات الجلديه، الكلف، مش اي مشاكل في البشره. فلما برجع صبغه الميلانين لمستواها الطبيعي انا كده بفتح تماما. ده السبب الرئيسي اللي بيخلي السكس اكشنز موجود فيها الوايتنينج، بيعالج شحوب الوجه. فانت ظبطي صبغه الميلانين لمستواها الطبيعي عمرها ما بترجع تعلى تاني. فعشان كده ده اللي بنقوله ان ده السر وراء ان ماسي دور جولد ازاي نعجز بذكاء وازاي يخلي شكل البشره شكليا اصغر 10 سنين. يعني هو الفكره مش انه علاج تجاعيد بس، هو بيشتغل على التفتيح كمان. لان في شريحه كبيره جدا ممكن تقول لك انا ما عنديش تجاعيد ولا عندي اي حاجه، بس عاوزه افتح عندي مشكله، الشمس حرقتني بقى، خسيت زياده عن الحد. فالخسيه بتغمق على فكره، يعني الواحد لما يخس زياده عن اللزوم تلاقي وشه قال كده وغمق. ففكره التفتيح دي برضو ده عايزه اقول لك انا كل العمر عايزين نفتحه.
يعني كله طبعا احنا طلعنا من فصل الصيف كلنا غامقين. ماسي دروجول بيقدر يرجعها للونها الطبيعي بنضاره وحيويه. ده سيدات ورجال صح؟ سيدات ورجال سواء الرجل عاوز بشرته تفتح او السيده. طبعا ماسي دروجول الحل الامثل اولا لعلاج الهالات السوداء اللي مش مقتصر على سن معين. على طول بنقول هالات سوداء والتجاعيد ده بعد ال 30 بعد ال 40 او وات ايفر. التجاعيد والهالات السوداء انا بقيت اشوفهم على بنات وهم عندهم 15 سنه. فماسي دروجول بيدي نتيجه هايله للتفتيح، بس مش واحده مثلا سمراء هتبقى بيضه، بيدي نتيجه التفتيح بتاع لونها الاساسي بس بصحه للبشره بكواليتي عالي، مش هتحتاج ميك اب. كتير قوي بيستخدموا ماسي دروجول، واحده بتشتغل في شركه او بتشتغل في وات ايفر فبتقول يا دكتوره دينا والله انا بقيت انزل الصبح حاطه ماسكره وروج، ما بقتش احط طبقات الجلد الطبقات الميك اب البانكيك والفاونديشن والكونسيلر والكلام ده كله. فماسي دروجول ده الحل الامثل لعلاج اي تصبغات جلديه. نمش، انت عارفه النمش كمان بيكتر في الصيف قوي. بيقدر يعالج النمش علاج نهائي، يقدر يعالج التصبغات الجلديه، الهالات السوداء، البقع وكلف الحمل. يمكن سيدات كتير بتعاني من كلف الحمل. بيقدر يعمل ده. وكمان ممكن كوزماتكس معينه لو عملت حساسيه في البشره، الحساسيه بتحمر وبتقلب غامقه احيانا. في كوزماتكس تعمل حساسيه، ماسي دروجول بيقدر يعالج حتى الغمقان اللي نتيجه حساسيه من اي حاجه ثانيه كمان. طيب نروح لتقرير يا جماعه ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. ماسي دروجولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيرامايد. المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Masi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Masi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Masi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Masi Doro Gold خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Masi Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masi Doro Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. دكتورة حنان، يمكن انتوا اعتمدتوا على تقنية النانو. بالظبط. وتقنية النانو دي من التقنيات اللي انتشرت على مستوى العالم، ان هي تقنية متطورة جدا في صناعة اي حاجة، منتجات التجميل ومنتجات اي حاجة في منتجات التجميل. خلينا نشرح للناس يعني ايه تقنية نانو. تمام. ويعني ايه لما استخدمتوها في ماسي دي افادة كبيرة قوي او اضافة
كبيرة المنتج زي ده. مظبوط. هي تقنية النانو أو النانو تكنولوجي دي يا يمنى بتعتمد على أن أنا الـ 56 مكون اللي موجودين في ماسي دور جولد أنا بطحنهم تماما. يعني إيه؟ يعني بصغر البارتيكلز أو الجزيئات قوي لدرجة أن أنا أخلي الجلد يبقى سهل عليه امتصاص الـ 56 مكون. ده هيفيدني في إيه؟ هيفيدني في حاجتين. أول حاجة أن كل ضغطة من ماسي دور جولد هيبقى فيها 56 مكون. يعني أنا عندي أهم حاجة أن ماسي دور جولد معمول ببامب أو أتومايزر كده، أن أنا لو حطيت يعني أهو أنا انا هحط نقطه، النقطه اللي انا حطيتها دي نقطه، شوفي قد ايه فيها 56 مكون. فال 56 مكون دول موجودين في كل ضغطه من ضغطات ماسي، ده بفضل تقنيه النانو تكنولوجي. كمان حاجه تانية، كل نقطه فيها كل المكونات، فيها ال 56 مكون. في ناس تقول لك لا، طب ما هو انتوا بتقولوا ان الذهب جزيئات، يبقى الجزيئات هتنزل تحت عشان تقيله. هقول لها لا، لان المنتج معمول بتقنيه النانو تكنولوجي اللي خلت جزيئات الذهب تبقى مندمجه مع ال 55 مكون التانيين، ويبقى كل ضغطه من ماسي دور جولد بتحتوي على ال 56 مكون. دي اول حاجه. تاني حاجه من تقنيه نانو تكنولوجي خلت الجلد يقدر انه يستجيب بسرعه ويمتص بسرعه ال 56 مكون من غير ما بيسيب اي اثر دهني على البشره، وده بينفع جدا في البشرة الدهنية والبشرة الجافة وكمان البشرة المختلطة. طيب في ناس كتير تقول طب الكلام اللي بتقوله ده جميل، بس الكلام ده بتاع ناس معينة، بتاع شريحة معينة، مش بتاعنا احنا. ده انا بتكلم عن لسان الناس اللي ممكن تكون بتشوفنا دلوقتي. هل هو ده حقيقي انه ده اطلاقا؟ يعني ماسي دور جولد يا يمنى غطى كل الفئات وكل الكلاسز. عندنا عملاء في محافظات وفي مراكز، مركز عندنا سيدات ربات منزل ما بتشتغلش، عندنا سيدات عاملات، عندنا اعلاميين اعلاميات، عندنا كل الفئات. فعلا انا لما بستقبل تليفونات بنفسي، يا دكتوره دينا انتوا عاملين منتج مش لينا، مش للمصريين. ما لا، انا بقول لك اللي زمان صح. معظم الناس لا بالعكس، ماسي دور جولد موجود، وبقت ثقافه العنايه بالبشره موجوده في كل الفئات، متعلمين غير متعلمين، كل الفئات بقى عندها ثقافه العنايه بالبشره. بالعكس ماسي دور جولد، ما اعتقدش ان في محافظه في مصر ما حصلتش على ماسي دور جولد ولا حتى مركز جوه. هو ما فيش ست دلوقتي مش عارفه ماسي دور جولد الحقيقه. يعني صح. يعني قعدت يومين كده في المصيف يعني، فلقيت كل الستات ما شاء الله عارفه ماسي دور جولد. يعني ما عرفتش، يعني كل ما اقعد الاقي حد جاي بيسالني عن ماسي دور جولد. صح. فلقيت كله ورجاله كمان على فكره. يعني تلاقي الواحده قاعده ايه مثلا جنب جوزها اخوها، تقعد بقى تلاقي الكلام عايزه تعرف، عايزه تستفسر. مش عيب ابدا يا يمنى ان انا احاول اوصل لجمال الممثلين او جمال الاعلاميات او كده، بالعكس ده انا دي حاجه كويسه ان حاجه تبقى في متناول ايدي، ان انا اجيبها مكالمه تليفون وتوصلني لحد باب البيت ويشبهني بجمال الممثلات او جمال الاعلاميات او اي حاجه، فدي حاجه كويسه بالعكس. دي حاجه وانا طول او انا دايما بقول ان مفيش واحد، على طول كل حلقه بقول مفيش ست مش حلوه. صح. كل واحده تقدر ان هي تبقى اجمل واحده في الدنيا، ومش شرط تكوني بتتمتع بالمقاييس العالميه للجمال على فكره. يعني مش شرط تكون عينيكي عامله ازاي وبقك عامل ازاي وشعرك خالص، انت ممكن تكون ملامحك بسيطه ورقيقه جدا، بس البصه في وشك يعني تطول العمر، تطول العمر زي ما بيقولوا. صح. هو ده المطلوب، بس مش اكتر ولا اقل. فماسي مش بتاع ناس معينه، ومش بتاع الاعلاميين ولا بتاع الفنانين ولا. انا نفسي شفت ناس عاديه جدا، طبيعيه جدا، ناس زي امهاتنا واخواتنا. صح. ناس عاديين زينا. صح. ناس عاديين خالص وبيستخدموا مبسوطين يعني وبيكرروه على فكره كمان. وبيكرروه. طب يمكن انا سالت السؤال ده، هعيده تاني، هو لازم يتكرر ولا هو مره واحده كفايه؟ هي العبوه كورس كامل بالعلاج، كل علامات التقدم في السن. وانس كنتي خلصتي الكورس خلاص وشك اتعالج، بس انت لازم تحافظي. يعني اي سيده بتستخدم ماسي بعد ما بتخلص الكورس لازم تحافظ على النتيجه. مش نتعرض للشمس ونحط شواقي شمس، نشرب ميه كويس، نبقى اوبتيمستيك للحياه، يبقى عندنا البوزيتيف انرجي. لكن لو مش عايزه تكرريه مفيش مشكله، انت وشك هيفضل بكواليتي عاليه جدا مدى طويل. في ناس كتير بتحب تكرره حتى لو المشكله اتعالجت، بتقولي لا انا المشكله اتعالجت فعايزه احافظ، ابعتي لي تاني يا دكتوره دين. ففي ناس كتير بتكرره، لكن الناس اللي مش قادره تكرره هو اوريدي في 56 مكون، بتحطي ذهب وكافيار وكولاجين وسيراميد وفيلر وبوتوكس لايك اكشن
مليون حاجه في وشك على مدار 6 شهور. فلا لو انت مش قادره تقرريه خلاص انت بتاخدي الكورس ده، بيبقى بعد 6 شهور اي مشكله من علامات التقدم في السن اتعالجت تمام. انا بشكركم على وجودكم معايا النهارده ضيفتي العزيزه الدكتوره دينا ابو سعود ودكتوره حنان الحسيني. احنا حلقتنا خلصت، تقدروا تشوفوا الحلقات كلها على اليوتيوب، واللي ما لحقناش في الهوا القعده بتاعتنا بتبقى 8 صباحا. اي حد عنده سؤال او استفسار يبعته على صفحتي الشخصيه اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي. اتمنى دايما نكون ضيوف خفاف على حضراتكم. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم.